اليوم جد سعداء بخروج هذا الفوج ديال هذا المرض، مرض كوفيد 19. الحمد لله اللي خرجوا سالمين من هذا المرض. هذا كل ما هو الى ثمره مجهودات كل من الاطر التمريضيه الطبيه والاداريه. ما نساوش حتى عمال النظافه عندهم دور مهم. الجانب الانساني بيننا وبين المرضى تقوى بزاف. كنحاولوا نلعبوا على لو كوتي بسيشي، كنتقربوا من المرضى نشوفوا شنو خاصهم اوغ كوتي ميديكال. تخلعنا في الاول، تخلع حيت انا مرا كبيره زايده عن 72، يعني راه اثر فيا شويه. وي نفكر في كل شيء، نفكر في وليداتي في الجيران، يعني في كل شيء. ما نبغي حتى واحد زعما تهلاو فينا زعما الدكاتره زعما خاصه انا حتى حاجه. لا عمرها دار زعما لا فرامليا لا الدراري لا كل شيء زعما كاع اللي كيدخل عندنا مدير تاعو كنشكروه. ارتسامات ديال المرضى، انا اقولها بكل صراحه، الارتسامات ديال المرضى هي جد ايجابيه، لان كان واحد التعامل في واحد المستوى كبير ديال الاطر الطبيه ديال الاطر التمريضيه الاداريه مع كل المرضى اللي دازوا عندنا في المستشفى. كمامه ديال غلط كمامه فهمتيني ضروري 14 يوم ترتاح. انا ما حسيتش بوالو، جيت هنا تخرج دغيا نساجمنا بحال قلت شي نهار نساجمش معاهم وليش عادي بحال خوتي جاوني. والاطباء كيتعاملوا معنا ما اش غادي نقول لك، داكشي اللي داروا معنا ما يديروش معنا، ما يديروش شي وحدين اخر من غير هاد البلاد هادي اخويا. الصراحه تعاملوا معنا واحد التعامل ديال الناس بحال انت بحال مريحه في دارك ماشي في السبيطار، مريحه في دارك اي حاجه خاصاتنا تيجيبوها لينا. شاد المرض كنا خايبين وضحك حنا في الدار، يعني نقول لهم اخويا بنادم لا رايح في ضروره غيلقى الحياه ديالو، ما رايحش في ضروره غادي يخرج راه غادي يلقاها غيلقاها. من هذا من غنمشي من هنا غنغير شحال من حاجه، شي شوف الوالده هي الاولى اللي مشوش عليه، ومني دخل شويه تصون عليه وبالا معايا. الوباء ديال كوفيد 19 غير فينا بزاف الحوايج الصراحه. العلاقه في كبيناتنا كأطر تمريضيه زادت توطات، لا من العلاقه الانسانيه مع لي مالاد كانت علاقه جد قريبه بزاف. الاول عشت واحد التجربه كواحد شويه ديال الخوف، من بعد دخلت لقيت هاد الناس وهاد يعني واحد المجهود اللي داروا جبار بزاف، حتى البنت ديالي ارتاحت بزاف كاع لاقصى درجه، كنت هي اللي كنت مخلوع عليها بزاف. فاني لوبيطال تاهو تبارك الله تبدل 100% بزاف. انا كبائع السمك اول حاجه حياتي غتبدل بزاف في النقاف، في بزاف المسائل اللي يعني بزاف غتبدل. الحمد لله الكورونا عطاتنا بزاف وفهماتنا بزاف وقوات العلاقه مع البنيه، يعني عرفت الاب ديالها اشنو هو تيسوى، وانا عرفت بنتي اش نسوى، حتى ربما الظروف في العمل ديالي ما كنتش تنجمع معاهم بزاف. عشت زوينة بزاف، لا متخلعتش، عجبني الحال في لوبيطال وفي كل شيء، تلعب تنفطر تندير كل شيء. توحشت ماما، توحشت مي وبا. هاد المرض بدل فينا بزاف الحوايج، لا من جانب الانساني ولا من جانب العائلي. وكنسلم عليهم من هاد المنبر وكنقول لهم كلشي غيدوز مزيان وغنرجعوا لكم حتى نعاونوا هاد الناس اللي مرض، وان شاء الله غيدوز كلشي مزيان. ما ماشي معاهم دابا حيت ناس واحد اخرين محتاجيننا.